فقرتنا الأخيرة مع عالم الأطفال. أكيد نور، رح نروح لها صعوبات وتحديات متعددة الأنواع بترافق الطفل بالمراحل العمرية الأولى من حياته عند دخوله للمرحلة التعليمية للمرة الأولى. أكيد سلمى، شو بيرافق الطفل من مشاكل وأحاسيس وكيف لازم نتعامل مع هذا الموضوع رح نحكي أكثر عنه بفقرتنا هلأ مع ضيفتنا الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب. يسعد صباحك. صباح الخير رندا. صباح الخير سلمى. رندا، بداية حديثنا رح نحكي عن مشكلة يمكن بتصادف كل الأهالي، وهي التعلق الزائد للطفل بالأهل، فبيكون أول مرحلة بده ينفصل عنهم فيها ليدخل أي مرحلة عمرية بالدراسة بيكون في كتير صعب أنه يتخلى عنها. نحكي عن هاي الرابط المتين. تمام. هلا نحن ببداية لما بيكون هو بدائرته الأولى اللي هو البيت والأسرة وأمه وأبوه، بيشكل روابط بينه وبين أهله. هي الروابط مو بس بتتعلق إنه يقدر ينفصل عنهم بتواجده بمكان تاني، لا، هي بتكون لسه أكبر من هيك. فمثل مثلا انفصاله، استقلاليته، كيف بياكل لحاله وينام لحاله، يتعود على روتين معين يقدر كنشاطات بسيطة يقوم فيها بدون مساعدة أهله. وهذا غير الشيء النفسي اللي بتقدمه الأم للطفلة بوجودها الدائم معه بمراحله الأولى بالعمر، لما لسه بيكون عم بيتعود، بده يمشي، بده يتعلم لسه يمسك أشياء لحاله، يتحرك بحرية. هدول هن اللي بيشكلوا هاي الروابط اللي ممكن تخلي مثل ما حكيتي انه التعلق زايد. هون بيجي دور الام بشكل اساسي واولي، كيف تعلم طفلها انه هي تدعمه، ولكن مع تعزيز ثقته بنفسه انه هو بيقدر يقوم الانجاز او بهي الخطوه بشكل مستقل عن امه. بعدين تتطور هاي الروابط لتصير نفسيه اكثر، بحس انه هو ما بيرتاح غير بوجودها، وعدم وجودها او عدم وجود هي حتكون صمام الامان له، فهذا رح بيعمل له هذا التوتر او هذا القلق اللي بيخليه دائما حاسس حاله انه هو ناقصه شيء وما بيكتمل غير بوجود الام. هون بتجي المرحلة المفصلية، هي لما بده ينتقل يفوت لدائرة الثانية اللي هي بعد الأسرة اللي هي المدرسة. هون بيجي أشخاص غرباء عليه، بدهم ياخذوا محل أهله، حيكون في أكثر من شخص من نفس الفئة العمرية، ما حيكون الضوء كله مسلط عليه ولا الاهتمام كامل عليه، فهون رح تظهر أغلب المشاكل وأغلب مثل ما بيقولوا نقاط الضعف عنده والثغرات اللي نحن هون اول مرحله متى ما اشتغلنا عليها بطريقه صحيحه وكان الانفصال تدريجي وصحي، بيرافقه بمراحل عمريه متقدمه، حيكون بكل مراحله سواء انتقل على مدرسه ثانويه، على جامعه، غير شغله، بارتباطاته اجتماعيه. هي نقطه يمكن مهمه رندا، يعني يمكن الدخول الى المدرسه لازم يكون في الى مراحل قبل دخول المدرسه. هلا بنلاقي هي المشكله دائما مع الامهات مع الطفل الاول، يعني هي المشكله دائما بترافق الامهات بالطفل الاول، بيكون في تعلق زايد، ما بتعرف تتصرف مع ابنها بشكل كثير صحيح. قديش فعليا صح تنفصل الام عن ابنها لو كان طفل الاول بمرحله مبكره؟ يعني دائما بنشوف السيده اليوم او ربه المنزل تبقى مع ابنها سنه وسنتين، في تعلق كثير كبير. فعليا صحيا اذا بدنا نقول اول مرحله لانفصال الام عن ابنها ايمت بتكون لاقدر انا فعلا اسسه بالمرحله القادمه للمرحله مثلا الروضه او المدرسه؟ تمام. للاسف الام خصوصي بالطفل الاول بتكون هي اللي عم تخلق هاي الروابط وتتمسك فيها. في عده اراء بتحكي بهذا الموضوع، هي اللي بتتعلق اول شيء بكيف بده وين ينام بالاشهر، انه هو بدها تنيمه عندها بالغرفه ولا بدها تفصله بسرير ثاني ولا بدها تحطه بمكان ابعد. انا بفضل يكون هذا الموضوع من الاشهر بالتدريج وبشكل تدريجي، اول فتره يعني من اول فتره ما تنيمه جنبها، تبلش تبعده تدريجيا لحتى يتعود انه هو مو دائما في هي
هاي الهالة أو هذا الترابط، هو ما بيكون موجود عنده بالشكل الزائد مثل ما بتكون هي موجود عنده. فنحن بنحاول دائما نعود للأم من البداية، من فترات حملة، أنه وقت اللي بده يجي الطفل دائما هيئي له مكان منفصل، دائما هيئي له شيء مستقل له، لحتى هي ما ينشأ عندها هذا الرابط. أكيد. يعني كمان رندا، أقبال الطفل على هاي المرحلة الأكاديمية الجديدة بحياته هو كمان موضوع حساس، يعني مو بس ابتعاده عن أهله هو مشكلة، أيضا دخوله لعالم آخر بشكل عنده نوع من الخوف، يمكن نوع من القلق من أنه هو يجرب شيء، وهذا القلق بيقولوا عنه علماء الاجتماع أنه مبرر لأنه شخص عم بيجرب شيء للمرة الأولى. أكيد في أساسيات بالتربية لازم يتبع الأهل، شو هي لحتى يهيئوا نفسيا لهي المرحلة؟ في الفترة اللي هي قبل ما دخوله للروضة، هي أنه أنا أحكي معه، أخذه ورجيه الروضات كيف بتكون، ممكن جيب له مهام معينة اللي بيستخدموها بالروضات وبالفئات العمرية الصغيرة يشتغلها بالبيت لحاله، ويشعر بهذا الإنجاز أنه أنا لونت هاي وكان هذا إنجاز، حتى لما يدخل ما يحس حاله غريب عن الشيء اللي عم يتعلمه، ولا يكون كل شيء لأول مرة. فهذا التواصل وتواجده مع فئات عمرية من نفس عمره بأماكن، سواء كان عند قرايبين أو تاخده تحطه لساعات معينة بروضات اللي بتاخد ساعات، فهذا كمان بيعوده بالتدريج ليكون. والأهم من هذا الموضوع كله اللي أنا بحب ركز عليه، لما بدها تروح وتحطه أول يوم تقله أنه أنا رايحة، ما تتخبى منه وتتركه، إنه هي الحيلة الدائمة أو الحيلة المعترف عليها عند الأهل، هذا أنا رايحة مشوار وراجع أنا. تمام، هذا بيعمل مشكلة ثقة بين الأم والطفل. كتير مهم تقله أنا رايحة وتقله وقت أنه أنا نص ساعة مثلا وراجعة، وفعلا تتقيد بهذا الوقت لحتى تبني ثقة، وهذا لا ما يرتبط انه خلص هي ما بقى ترجع. نفس الشيء هذا بيظهر لما بيجوا كثير ابهات انه انا زعجني كثير ابني، كل ما بده يروح على شغلي الصبح فهو بده يبكي ويعمل مشكله انه خلص انه بده يروح معي. كمان عم يواجهوها بشكل كثير كبير، يعني تلاقي عندهم اول ساعتين الصبح هي تهيئه الطفل لانه يروح على المدرسه، مع انه بيكون صار له فتره هو يمكن بالمدرسه بس ما عم يتاقلم. هذا السبب كمان بيعود للاهل، لدور الام، لدور العائله، قديش انا فيني خلي طفلي مندمج ان كان من خلال المحيط، مع الاهل، مع الرفقات، مع القرايبين، هذا التعلق الزايد نحاول نخففه من البدايه نوعا ما، من خلال ان كان روضه بعدين مدرسة، من خلال مثلا أنا ممكن روح مشوار حط الولد عند الجيران، مو أنه بس عوده أنه في بيئة أو محيط آخر، يعني في نواة هي الأسرة بس في محيط آخر لازم يتأقلم معه. تمام، هو مثل ما بيقولوا سلاح ذو حدين. كمان أنا لازم أكون كتير عارفانة البيئة اللي أنا بحط طفلي فيها. أنا بهي المرحلة أكيد هو أكيد مو أي بيئة، بس نوعا ما بالبيئة اللي هي أساسا ضمن دائرتها أو دائرة لازم الأهل، لازم يكون بيحكي، يرجع يقلي شو صار، عوده يحكي لي كل التفاصيل اللي بتصير معه لما أنا ببلش، لما أرجع أنا من مكان عملي أحكي له شو عم بيصير معي. برجع لهم لنقطة أنه لما الأهل بيعذبون ابنهم أنه كل ما بدهم يطلعوا من البيت فهنا بيعلقوا انه بدهم يروحوا معه، هذا هو بفكره الطفل انه خلص ابوه راح ما بقى يرجع. فكمان من هون تبدا الانفصال الصحيح، لما انا بحاوره وبحاكيه انه انا حروح وراح ارجع، وبيكون في دائما توقيت روتيني بسواء بالخروج برات البيت ولا انه يريد يرجع، فهذا بيعود الطفل تدريجيا لحتى وقت يفوت على الروضه حيتبادل الادوار، هلا هو صار بده يروح لمكان ويريد يرجع لعند اهله. فهون لما هي بتكون واضحه كثير الام معه انه وتشرح له بشكل عام، ما يكون ما بيصير بس هذا قلق انفصال انه هو بعد عن اهله، حيصير قلق وجوده بمجتمع غريب، حيصير قلق وجوده انه هو حيتحمل مهام هو لسه ما له متعود عليها، وبنفس الوقت القلق الاكبر من شيء المجهول انه هو لسه ما بيعرفه. فانا بتلافى كل هاي الامور لما بلش بعوده بالتدريج من الاول، مثل ما حكينا انه بجولات، او مثل ما حكيتي ممكن انا احطه بمكان بعرف الناس كثير منيح او واثقه منهم، في اطفال من عمره، هذا كله بيساعدني اكيد لحتى اتلافى مشكله ال
الانفصال والنقل من مكان لمكان. أكيد يعني رندا مثل ما حكيتي اليوم الحوار والوضوح هن أهم نصائح يمكن بنوجهها لكل الأهالي اللي عم يتابعونا لبناء طفل ثقته بنفسه كتير كبيرة. نتشكر وجودك معنا ولكل النصائح اللي قدمتيها. شكرا لكم. شكرا كتير إليك رندا علي ديب لوجودك معنا على هوا الأخبارية السورية. شكرا كتير إليك. نور لليوم حلقتنا بتكون